السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ عرفيني بيكي. انا ماسكه مديره توكيد الجوده هنا في شركه سويتانا. اسم حضرتك ايه؟ انا المهندسه نيره حسن. بصي يا باشمهندس، انا مش هطول عليك عشان عارف احنا دخلنا جوه المصنع. بس قولي لي انت بتعملي ايه؟ دور حضرتك ايه؟ احنا دلوقتي بنحاول نشيك على العمليات التصنيعيه اللي موجوده. عندنا دلوقتي فريق الانتاج اللي موجود بيحاولوا ان هم يشتغلوا دلوقتي في مراحل التصنيع الخاصه بعمليه التعبئه والصبغ. عمليه التعبئه دلوقتي بتتم من خلال الفرم اللي شغاله، ان هو بيحطها بطريقه منتظمه خلال عمليه التعبئه. تمام. بيبدا بعد كده يسحبها منه العامل اللي موجود دلوقتي على ماكينه الصب، تبدا تصب بعد كده الشوكولاته. بتحبي الشوكولاته؟ اه جدا. بتحبي تصالحي بيها ولا ماليش دعوه بحد، ناكل انا وخلاص وماليش دعوه باي حد بصراحه؟ لا ازاي طبعا. الشوكولاته طبعا هي حاجه اساسيه موجوده في كل بيت مصري، وموجوده اصلا كصناعه دلوقتي ليها دور بارز عندنا في مصر وفي كل دول العالم. طبعا الشوكولاته المصريه الموضوع اكيد مختلف، ساعدتها اضعاف الحقيقه. ايوه طبعا، اكيد طبعا. عندنا الصناعه المصريه هنا دلوقتي بتقوم بدور بارز في كل حاجه، حتى في رقابه الجوده وفي كل عمليات توكيد الجوده. شكرا يا باشمهندس. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عرفني بيك يا صاحبي. احمد محمد. ازيك يا احمد؟ أسلم. شغال هنا بقى لك قد ايه يا ابو حميد؟ ثلاث شهور. ثلاث سنين؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور، ان شاء الله يبقوا ثلاث سنين ويبقوا وتنور الدنيا كلها يا ابو حميد. انت منين يا احمد؟ انا من منيا القمح. منيا القمح، اجدع ناس. صديق ازيك؟ بسلام. اسم حضرتك ايه؟ السيد. السيد. بقالك قد ايه هنا يا سيد؟ بقالي شهرين. شهرين؟ قول لي انت بتعمل ايه هنا بالظبط؟ بنضف الفرم عشان لما تطلع هناك تبقى شكلها حلو. تنظيف علشان بعد كده لما يتعبى فيها. ايوه. شكرا يا حبيبي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ محمد السيد. محمد انت بتعمل، لا انت بتعمل حاجه، بص انا دي الحته دي احلى حته بقى. يا جماعة الموضوع هنا، هنا الشوكولاتة كلها. هنا بقى بيحصل ايه؟ مسؤول عن تعبئة الفرم وتدخلها في قلب خط التبريد. هي هنا بتطلع لسه ملهاش قوام. بالظبط، سايلة من جوه التبريد، بيزود الصلابة بتاعة الشوكولاتة. لا أنا عايزكم تبصوا يا جماعة، الموضوع حاجة فظيعة. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. الله يخليك. ايه؟ جمعة طوخي. جمعة طوخي. ازيك يا عم جمعة؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. الله يخليك. انت بقالك قد ايه هنا يا عم جمعة؟ بقالي سنة. سنة؟ اه. شغلك هنا ايه بالظبط؟ انا مدير الصيانة. مدير الصيانة؟ اه. طب اشرح لي بتعمل ايه؟ في عندنا، بص على المكن مثلا ولا دورك ايه؟ في عندي حضرتك صيانة اللي هي الوقائية حضرتك. اه. وفي الصيانة اللي هي العلاجية. الصيانة الوقائية دي بيبقى لها ايه؟ برنامج صيانة سنوي. تقسم لشهري للاسبوعي اليومي. تمام. الصيانة الفجائية اللي هي الاعطال الفجائية اللي بتحصل معاك، بحيث ان انت ايه تحاول تعالج الامور بايه بسرعه، اللي ما تخليش الاعطال الفجائيه تيجي معاك ديت اللي هي الصيانه الوقائيه. ان انت ايه عندك عربيه، العربيه ديت بتغير لها ايه الزيت بتاعها في الميعاد بتاعها، واخد بال حضرتك؟ بتطبق البرامج بتاعه الصيانه. كم سنه يا عم جمعه؟ حضرتك كم سنه؟ انا كده 55 65. اخر كلام؟ اه 55. 55 ولا 65؟ لا 65. ولا 45؟ لا 65. ربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يكرمك. منين يا عم جمعه؟ انا من هنا، من العاشر. من العاشر. من العاشر من رمضان. بتحب الشوكولاته؟ اه. بتحب الشوكولاته؟ الشوكولاته ممتازه. الشوكولاته عندنا هنا ايه؟ في شوكولاته دايت. من يشهد العروسه؟ اه. لا لا، مش من يشهد العروسه، لا بجد والله. لا مصدق. الشوكولاته ايه حضرتك ممتازه جدا، وبيعملها بحشو طبيعي، ما بيحطوش اسانسات زي اي شركات تانية يعني. كفايه انها من ايدك. الله يخليك. وكفايه انها فيها الناس العظمه اللي هنا. تسلم ايدك، تسلم ايدك. شكرا يا عم جمعه. شكرا لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ حسين عبد الرحمن. حسين؟ اه. ازيك يا حسين؟ الحمد لله. منين يا حسين باشا؟ من مدينه المنصوره. اجدع ناس. بتشتغل هنا بقالك قد ايه يا حسين؟ يعني بقالنا من اول ما المصنع ابتدى، يعني سنتين، داخلين في سنتين اهو. ماشي يا حسين. عرف بيكي؟ انت هربتي ليه بقى؟ انا اجي لك عادي. شيماء الشور. ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بتشتغلي هنا بقالك قد ايه؟ من بدايه المصنع. يعني بقالك قد ايه برضه؟ يعني داخلين في سنتين. بتحب الشوكولاته؟ تمام. بتحب الشوكولاته؟ اه طبعا بحبها، محدش بيحب الشوكولاته. بصي بقى ايه يعني الشوكولاته تنفع في الخناقات؟ يعني حد كده متخانقين؟ مش اكيد. كم مره حد صالحك بشوكولاته ولا مفيش حاجه؟ لا لا لا، زي تقول كده. قولي بس كم مره. كم مره؟ اكيد جوزي. اه طب خلاص. ولما يزعل بتصالحيه ايه بقى، بشوكولاته ولا
ببطه. لا والله الاثنين. الرجاله دماغنا مش شوكولاته خالص. الاثنين. اكتر اكله بيحبها ايه يا شيما؟ اكيد المحشي. محشي. انت شطوره في المحشي؟ اكيد طبعا. ماشي خلاص هنجرب. قولي لي بقى انت الاكله اللي انت شاطره فيها ايه؟ المحشي. اي نوع محشي؟ ما خلاص ما انا هنعمل اختبارات. كرومب طبعا. كرومب ماشي. مين اللي ياكل منك الاكله يا خديجه يقول لك هي منك وخلاص؟ ناس كتير بصراحه. زمايلي في الشغل. بتعملي اكل وتجيبيه؟ اه. السلام. بجد والله كلنا. خديجه المحشي بتاعها احلى ولا المحشي بتاعك احلى؟ لا محشي خديجه. الله. طب تعالي لي انت بقى ايه الاكله اللي انت بتعمليها احلى منهم كلهم؟ مكرونه بالبشاميل. الله الله. بجد. قولي لي بقى احلى وصفه للمكرونه بالبشاميل كده بسرعه. سمنه بلد مع اللبن مع الدقيق مع البيض ونحط اللحمه المفرومه تبقى صينيه مكرونه 100 100. الله يسقفوا لها. سقفوا لها عملت صينيه مكرونه في نص دقيقه. ده الموضوع سهل. اسم حضرتك ايه؟ رضا محمد زكي. استاذه رضا. الشوكولاته بتسعد بتفرح. طبعا. اسعد حاجه ان انت تاكلها البط مع المحشي وراه شوكولاته. لا تاني واحده واحده بقى. التوليفه دي انا عايز اذاكرها. مع المحشي. ايوه محشي ورا شوكولاته. ورا شوكولاته في ديله على طول بقى. يعني البطه تنزل وتحلي بالشوكولاته. انت شغاله هنا بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين. بقالك سنتين وزي ما قلت انتوا عيله وصحاب. صحاب من اول ما جينا هنا احنا كل صحاب اسره واحده كلنا بصراحه كل اسره واحده. مين بقى هنا لما بيتخانقوا بيرجعوا له بقى يعني يعني مين اللي هو يحكم بينهم بقى؟ مش احنا مش بنتخانق. شوفي بقى كان هيقول هيتخانقوا مش عارف ليه. مش لازم. انا مش قصدي مش هتضربوا بعض يعني ايه اختلاف؟ ايه اختلاف يا استاذه رضا؟ اختلاف في الرأي. نرجع للاستاذ اي. يعني بتتخانقوا؟ يعني بتتخانقوا؟ انا ما قلتش حاجه من عندي. بتتخانقوا؟ لا لا خلاص ماشي اهو انتوا بتتخانقوا اهو.